لسهرة الغلا يلي عم يتابعوها على الام تي في، فوكس موفيز وقناة النهار المصرية. سهرة فنية عفوية بعد نهائي مشوق وناري، وسهرتنا الليلة بتتضمن أيضا محطات خاصة فينا كأسرة، وببرنامج مثل Dancing with the Stars اللي بيقدم الرقص والفرح والحب بيخلق بخلال أشهر قليلة ألفة قوية بين الكل، نجوم، رئيسين، لجنة، فريق عمل، منصبر بالفعل، منصير بالفعل عيلة وحدة، أفراحنا وحدة ووجعنا واحد. يعني يلي بيصيب الفرد بيصيب المجموع، فكيف إذا كان الكل أصابنا هالموسم أكبر من فاجعة؟ كل ليلة أحد Dancing with the Stars دخل البسمة والتسلية إلى كل بيت عربي ونسينا همومنا لفترة من الزمن. مش معقول الطش حتى بالفاسر. بس ما حدا بيعرف الحياة شو مخبيت لنا. لا تبكوا إذا كنتم تحبونني، فالموت لا شيء. صباح الأحد 12 نيسان ترك عصام بريدي هالدني وافترق عن خي وسام بالجسد. نحن عشنا 33 سنة كنا روحين بجسدين، اليوم صرنا روحين بجسد واحد. عائلة Dancing with the Stars، الام تي في ولبنان كله التف حوله. وقت ربنا بيحب انسان بيخلي الناس تحبه. الدموع اللي شفتها بعيون الناس، الكلمات اللي سمعتها، اكبر دليل انه ربنا اختار الانسان المناسب. ايمان وسام الكبير وعلاقته الروحيه بخيه خلته يرجع يوقف ليحيي البرنامج من جديد. أنا بدي أستأذنكم هالأسبوع بس، وإن الله راد بقدر أرجع لكم الأسبوع الجاي ببرنامج رأس النجوم. والليلة وبالذكرى الأربعين وسام بيجدد العهد بهدية صغيرة ومعبرة بيتشارك فيها بالصوت مع خيو عصام. راجع عبابي تيعيد الحكي، محيط من كتابي صفحات البكي، الورد اللي بيروح بياخد عطره معه، بعدك بالروح صوتك عم بسمع. بارح سرى مني الهنا وبعلي كان
الابتسام. ما في تعبير ولا شعور أصدق من يلي سمعناه هلا. نحن كنا معك ونبقى معك. وسؤالي لإلك بس إذا بتخبرني وبتخبر المشاهدين كيف طلعت فكرة هالأغنية؟ يعني أنا بين الحزن على الأشواق وبين الفرح، لأنه بعرف قديش عصام كان حابب إنه هالغنية يعملها. هالغنية حط صوته كديمو عليها، وكان صار له سنة ونص عم بيحضر كرمال يعملها. استعملنا الديمو وحبيت إني على الوعد أهديها، لأنه الشباب اللي رافقوه بآخر ليلة اللي هن كانوا موجودين معه وهن بيعزفوا معه صار لهم 5 سنين، بدي أشكرهم من كل قلبي، كانوا محضرين هالغنية يلي هي من كلمات جوني بيتار، ألحان كمان مارسيل غريب، وتوزيع إلي تومية، والماسترينج باستوديو هادي شرارة. بشكرهم من كل قلبي لأنه هالعمل هو هدية لعصام، وبعرف أنه هو رح يكون مبسوط، رح يكون مبسوط، وبعرف أنه الناس حتكون مبسوطة لأنه حترجع تسمع صوت عصام اللي رح يعيش بقلوبنا وبأذهاننا للأبد. إن شاء الله نفسه بتكون بالسماء يا رب، وأنا أكيد أنه هو فخور فيك ومبسوط أنه أنت خيه وسام. وسام أنت أظهرت عن شجاعة وعن قدرة بتحويل هالجرح لوردة، عن جد هالدمعة اللي عم شوفها بعيونك أنت قدرت تحولها لبسمة. بتمنى لك كل الخير و يعني بنتعلم منك. الله يخليكي. أنا كمان بدي أقول أنه ذكرى عصام ما رح تكون بس لأنه نحن موجودين ولأنه نحملنا. عصام رح يعيش طول ما أنا عندي نفس، طول ما أنا قادر أتنفس بهذه الحياة رح يتنفس معي. في جمعية، مش جمعية أكتر ما هي مؤسسة، أسوسيشن رح تكون باسم عصام، ورح يكون شعاره، هو الشعار اللي أنا حملته وهو إرادي للحياة، will for life. will for life. بتمنى لك التوفيق أكيد دايما دايما دايما.